لو سمحت. حضرتك مين؟ بوليس. بوليس يا ست ريهام. فين الأنسة يا ست ريهام؟ فين القليل الذل؟ شوقي بيه. أهلا وسهلا. من فضلك. أيوه. غيري هدومك وتعالي معايا المديرين. تيجي معاكوا فين؟ هي سايبة؟ أنا بنت صحفية هتتضايق. ماما أنا الكلام اللي بتقوله ده. لا مؤاخذة يا فندم، لا مؤاخذة. ماما اصلا انا كنت عملت تحقيق مهم عن حادثه كده، والظاهر مش عارفين يعملوا حاجه من غيري وعايزين معلومات مهمه مني. خش انت احسن، بابا يصحى وانا هتصرف معاهم. ايه بقى الحكايه مؤاخذه يا فندم؟ انيس سوسن مطلوب القبض عليكي. قربنا على الفجر واللي بنعيد نزيده. انت ليه ما تقوليش الحقيقه وتريحي نفسك وتريحيني؟ يا فندم انا قلت لك انا كل اللي اعرفه. طب لو المليون جنيه ما اندفعوش هيحصل ايه؟ هيحصل بلاوي وكوارث. ايه هي بقى البلاوي والكوارث دي؟ معرفش، رامي قال لي هيحصل بلاوي وكوارث وبس. ده اللي قلتيه لزوجة مدير البنك، ما تحاوليش تنكري. الست اتعرفت عليكي وواجهتك. انا ما بنكرش، انا رحت لها عشان احذرها من البلاوي والكوارث اللي قال عليها رامي. بالظبط كده يا فندم. ممكن اروح انام بقى؟ فين رامي دلوقتي؟ معرفش. طب هربان فين؟ برضه معرفش. 10 ساعات اللي عليك معرفش. ما تعترفي وتخلصينا بقى. اعترف بايه بس؟ انك انت ورامي اللي خططتوا لكل ده. هو يرتكب الجريمه وانت تساعديه، وفي نفس الوقت توهمونا ان في شخص ثالث مرتكب الحوادث دي عشان ننشغل عنكم وتلهفوا انتوا المليون جنيه. خطه ذكيه ما يرسمهاش الا ناس في منتهى الذكاء، مؤلف سينمائي خيال واسع، وصحفيه كل تخصصها في اخبار الجريمه، صح؟ لا غلط. اعترفي وخلصينا بقى. اعترف بايه بس؟ اعترف بحاجه ما عملتهاش. طب قولي لنا رامي فين؟ لما حسنين لما حسنين طب شويه كده. رايح فين؟ تعالى احنا لسه ما كملناش الكلام. بكره. بكره؟ اللي ما كملناه امبارح هنكمله بكره. البتاع سيما قال ده باين انه خايف من الرقابه. الو؟ ايوه انا شوكت عبد الرحمن. صباح الخير يا شوكت بيه. قدامك ربع ساعه علشان تقابلني في المكان اللي قلت لك عليه ومعاك المليون جنيه. لو ما جيتش هنفذ تهديدي، هنسف البنك زي ما نسفت عربيتك. مين اللي بيتكلم؟ الو الو يا لهوي، انسف البنك يا منى، اديني مديريه الامن. الو ايوه شوكت دي. ايه بتقول؟ ايه فين المكان اللي هيقابلك فيه؟ يعني ايه ما تعرفش؟ طب انا جاي لك حل. في اقل من لمح البصر تجهزي له قوه تطلعوا بيها على البنك، وانت شوقي خبر المفرقعات وتحصلنا على هناك. حاضر. البنت دي ترموها في الحجز لغايه لما نقبض على شريكها. حجز؟ شريكها مين بس يا فندم؟ انت لسه هتستعبطي؟ هينسي في البنك بعد تلت ساعه. فين؟ بندم الكريف انت وليد؟ شكرا. انت وليد فين؟ من هنا. شكرا. يا ريت ادب. لا 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 مؤاخذة، ونبي ما انت جايب، خليك مستريح، خليك. ده سطور. ايه
شوقي شوقي كنا على حجز يا شوقي. الو هو انت مين مين هو ليه يا شوقي اتعملت كده؟ انا مش قلت لك ما تبلغش البوليس يا حبيبي؟ زعلتني يا شيخ. انت تسكت خالص وتسمعني كويس. ليا طلبات جديدة. فتح مخك ودانك واسمعني كويس. ايه أعتقد بعد كل اللي حصل ده وبعد ما قبضنا عليك وانت متلبس بالشروع في ارتكاب جريمة من مصلحتك تعترف. اعترف بإيه؟ والله العظيم تلاتة ما عملت حاجة. شوف يا رامي خليك قاعد. لا مؤاخذة يا بيه. خليك قاعد. لا مؤاخذة. شايف الناس اللي قاعدين هناك دول؟ استني واحدة يا بيه. أيوة على مهلك. شوفهم براحتك. شفتهم؟ أيوة يا بيه. الأولاني ده مدير الأمن العام. اللي جنبيه مساعد وزير الداخلية. اللي الناحية دي بقى مدير المباحث الجنائية، اللي جنبه مدير مباحث أمن الدولة. يعني موضوعك كبر قوي وما بقاش جناية عادية. قلت إيه يا مؤيد؟ الله يرحمك يا ابو. لا اهدى مرة اهدى واسمعني. عارف دول لو استلموك هيرحموك. خليك معايا أحسن لك. اللي يشوفه يا بيه. اللي أشوفه. أهو ده الكلام العاقل. قول لي بقى. معاك قنابل قد ايه وشايلهم فين؟ ماني قلت لك يا بيه سمير هو اللي معاه القنابل. لو مش مصدقني اسال جوز امي. عادل بيه. الاستاذ شوكت مدير البنك استني بره. عايز ايه ده دلوقتي؟ بيقول الموضوع مهم جدا. شوف يا رامي يا ابني مش عيب الواحد يغلط، لكن العيب اننا نتمادى في الغلط، وكل شيء ممكن علاجه، بس المهم صارحني بكل حاجه. مظبوط مظبوط يا بيه مظبوط. قول لي بقى. ايوه. مين الدوله الاجنبيه اللي جلدتك وزودتك بالمتفجرات؟ ها يا سنة صغيرة يا اولاد. هات المتهمة الثانية. حاضر يا فندم. أنت متأكد إنه نفس الصوت؟ هو هو ده مكلمني من ربع ساعة. وطلباته إيه المرة دي؟ مليون منكم، ده غير المليون اللي طالبه مني أنا. إيه منكم دي؟ من الحكومة يعني، هو اللي قال لي كده. مليون جنيه؟ مليون جنيه، واتصل بيا وقال لي إن هو هيحدد ميعاد التسليم إمتى وفين. وإذا ما دفعناش ما قالكش هينسف إيه المرة دي؟ أبو الهول هي حصلت؟ ده أمن دولة ولازم تفهموا إن دي آخر فرصة قدامكم، والاعتراف ممكن يخفف عليكم الحكم. خلاص بقى يا رام اعترف وخلصنا. ما تبقاش راسك ناشفه واعترف.
حاضر، أنا بجر وبعترف، بعترف إني حمار عشان حاولت أتدخل وأنجد أرواح ناس أبرية. أنا حمار يا بيه، عمر وابن حمار كمان. يعني برضه مصمم على الإنكار. سيادة اللواء، اسمع. اسمع، ما تقدمناش في داهية، كفاية اللي احنا فيه. أنسة سوسن، أستاذ رامي، احنا آسفين جدا جدا على اللي حصل. على المشنقي؟ لا، تقدروا تروحوا. برأيي؟ أيوه. يعني هننام؟ لا ننام إيه، يلا بينا أحسن يرجعوا كلامه. يحيى العاد، يحيى العاد، يحيى العاد. اطلب لي مكتب سيادة الوزير. المجرم مازال طليق، ومحدش يعرف عدد القنابل اللي معاه قد ايه بالظبط. ومن مراجعة كمية المتفجرات اللي اتسرقت من المحاجر يتبين لنا انها كمية مش بسيطة، وده طبعا بيشكل خطورة على امن البلد وامن المواطنين. وعشان كده يا فندم انا من رأيي ان مديرية الامن تتولى القضية دي بكامل اجهزتها. انا عندي رأي تاني. اتفضل. القضية دي سلاحها الأساسي قنابل، يعني متفجرات. إذا هي قضية أمن دولة من الدرجة الأولى. أيوه، بس مش لازم ننسى إن المجرم اللي عندنا ده مجرم عادي، مش عميل لدولة أجنبية، وجهاز المباحث العامة هو اللي عنده الاستعداد الكامل للتعامل مع مثل هؤلاء المجرمين. جايز المجرم عادي، لكن السلاح اللي معاه غير عادي، وده من اختصاصنا. بس مديرية الأمن مسؤولة عن أمن المواطنين، وإحنا مسؤولين عن أمن الدولة. بس دي قضية من اختصاص المباحث، مديرية الأمن لازم هي اللي تتولاها. أنا أؤيد زي يا جماعة، من فضلكم القضية دي تهمنا كلنا، ولازم جميع أجهزة الأمن اللي في الدولة تتعاون من أجل هدف واحد، القبض على المتهم وتحريز المتفجرات اللي معاه. عميد عادل. ايوه يا فندم. خيوط القضية معاك من الأول، وعشان كده سيادة وزير الداخلية قرر إن أنت تتولاها شخصياً بنفسك. وزارة الخزانة قررت تديك 1,000,000 جنيه عهدة شخصية عليك، يبقى مهمتك القبض على المجرم وإرجاع 1,000,000 جنيه. أنا عارف طبعاً إنها مهمة قاسية، لكن ربنا معاك. يا عصبوسين يا فوخ يا سوس. يا اخويا قول الحمد لله، ادينا خلصنا من موضوع سمير ده. همي ونزحنا على كتافي، او البوليس يصطفل وياه ويريحلي. الدرس فاسد وخلعته. الحمد لله. خبطتك؟ لا لا لا، عايز ايه يا عم حسن؟ اصلي هغسل وشي. طلعني اعمل لك ايه؟ عايز صابونه بريحه. لازم مريحة. إلهي ربنا يريحك يا عم حسنين. يعني يريح قلبك. خد يا عم حسنين بورقيتة والله وبريح. تسكت. ربنا يخليك يا زو. ربنا يكرمك، أنا بحبك يا زو. اشرب شاي يا أبو الزو. ما تشرب شاي بقى يا زو. صدق اللي قال، اختار الدار اختار الجار قبل الدار. عارفة يا سوسن، مش هيريحني من عم حسنين غير حاجة واحدة. حاجة ايه؟ اني اتجوز واتكن كده في شقة حلوة. تتجوز؟ ومين دي اللي ترضى بواحد زيك؟ فنان وزو شخصية مجنونة. واحدة مجنونة زي؟ الله الله الله، بقول لك ايه؟ احترم نفسك ولم لسانك وخليك مؤدب. الله الله، انت حتى ترجعي تلبخي ليه تاني؟ ما انت كنتي كويسة. دي مالها دي؟ بلاش. قال قولي لي يا سوسة. انت مخطوبة؟ يا ابني انا مش فاضية للكلام الفارغ ولعب العيال ده. بقى الخطوبة والجواز لعب عيال. انت عايز ايه؟ قصدك ايه؟ ما قصديش. لو النبي يكون قصدك. يعني انت موافقة؟ موافقة على ايه؟ ده انا عريس لوكت لا اب ولا ام، مقطوع من شجرة، حتى جوز امي دلكته. انت كل حاجة تاخدها ببساطة كده. واحنا عجدها ليه بس؟ قولي موافقة، قول. ما ودي وندو كانت هتوافق. الو مين؟ الله يخرب بيتك، انت عايز مني ايه؟ نعم؟ عايز مني ايه؟ زي ما بوظتلي النهاية، تألفلي نهاية تانية، بس تكون نهاية سعيدة، لا فيها بليس، ولا دم، ولا رصاص.
اللي انت ما بتحبش مجدي. قدامك 6 ساعات وهتصل بيك وتكون جاهز. الا بشرفي هخلي مجدي يتصرف. استنى بس. الو الو، فاكرني الملاكي بتاع ابوه. وبعدين هتعمل ايه؟ ولا جاب لي ولا جاب لي يوم لعب سبيرتا والبوليس اتصرف وياه. افرض اذاك هيعمل ايه يعني؟ هينزف العربيه ينزف على اجل يريحني منه. افرض نصفها وانت جواها. صحيح ده مجنون وممكن يعملها. انا الهباس اللي كان خلاني الف الروايه الهباب دي. انت لازم تختفي من قدامه حالا. صح، انا هسافر البلد، اروح اكن عند جوز امي. جوز امك ايه بس؟ ما هو زي ما عرف عنوانك هنا هيعرف عنوان امك وجوز امك. صح، امال اروح بايه؟ اسمع، انا جات لي فكره. احنا عندنا شقه في اسكندريه ما بنروحهاش غير من الصيف للصيف. هروح جاري اجيب المفتاح قبل ما تلم هدومك، فاهم؟ صح. مش هتاخر. سوس انا مستنيك، اوعى تعوجي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز ايه يا عم حسنين؟ عايز السمنتايه وشويه سكر وشويه بن عشان خرمار. بص يا عم حسنين، اطلع معايا اطلع معايا اطلع. لا 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 يا عم حسنين. طيب بلاش السكر. لو ما سبتنيش هشربها سادة. انا هقتلك يا زوج. هقتلك يا عم حسنين، هقتلك. هقتلك يا عم حسنين. يا جدع عادل بيه، تسمح؟ اتفضل يا عادل بيه، اتفضل اتفضل. استاذ رامي هنا بيه. عاش. حاضر يا بيه. ده مش وقت الادب. زي ما بوظت النهاية كان لي في نهاية تانية. قدامك 6 ساعات وهتصل بيك. انا بشرفي هخلي مجدي يتصرف. استنى بس. الو. عشان تعرف بس انك مش لوحدك واننا عارفين كل حاجة، خليك معايا. خليك معايا. ايوه بيه. تأكد اننا بنعمل لحمايتك. انا ما اشتكيتش يا بيه. أنا تحت أمر الحكومة. هل تحيا الحكومة؟ لو سمحت قوم. أيوة أخويا قوم. تعالى معايا. تعالى. لا 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 لا، سيبك منه وركز معايا، ركز معايا. أيوة بيه. أنا طالب منك خدمة. أيوة بيه. عايزك تنفذ كل اللي طلبه سمير منك. أيوة. نعم يا بيه. تكتب له النهاية اللي هو عايزها وفي نفس الوقت تمكننا من القبض عليه. أيوة بيه بس بس إيه؟ دي مهنتك؟ انت مؤلف وخيالك واسع. الواحد ينزل وادي القلم وادي الورق. يلا يلا فنان اسمع الكلام. اقعد. اكتب. الف. اهو هتكتب دول كلهم. يا رامي ابعد ده يا زوق. ده حسنين جاري. انا ما عملتش حاجه. هتوديني فين يا زوق؟ هروح مشوار. مشوار ايه بس؟ انا ساكن هنا. هرجعك تاني بس معلش. ايه يا رامي؟
أنسة سوسن يستحسن تسيب المكان ده فورا. ايوه بس استاذ رامي دي اجراءات امن. ايوه بس انا 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 انت ايه تاني يا انسه؟ انا خطبته. الانسه سوسن خطيبتي بصرف النظر الانسه صحفيه والاجراءات اللي احنا واخدينها دي في منتهى السريه وده لحمايتك يا استاذ. ايوه ما احنا رامي عادل بيه طبعا عنده حق بس اوعدك يا فندم بشرف المهنه اني لو قعدت مش هنشر حاجه. خالص؟ خالص يا فندم. وما اسمعش صوتك؟ خالص يا فندم. ورا الباب وقعدي. حاضر يا فندم. ولا كلمه. اقفل الباب. اتفضلي وقعدي وراه. حاضر. في الركن ده. اتفضل يا استاذ الف. حاضر. طب ممكن تيجي تقعد جنبي عشان الوحي. عشان الوحي بس. حاضر. شكرا. اتفضلي يا ملهمه عادي يلا. اتفضلي. هيا سوسن خطيبتي اقعدي. انا مش عارف اخد راحتي معاك ما كانش عم حسنين يبقى رجال الامن. استاذ رامي. ايوه بيه. الف يا حبيبي. حضر يا بيه. وكان مجدي وحاول تعرف مصدرها. يا جازي حسن حاول تطول معاه على قد ما تقدر ما ترفعش السماعه لما اقول لك. جاهز؟ جاهزين؟ ارفع. الو ايه واني مين اللي بيتكلم؟ لسه مش عارف صوتي. هو انت الفت النهايه؟ ايوه طبعا. تعال عشان تاخدها. طب مش تحكيها لي الاول؟ جاهز ما تعجبنيش اخليك تالف غيرها كده اهو. حاضر. شوف يا سيدي المشهد الاول نهار خارجي ميدان التحرير. اختصر. طب مش احكي لك بالتفصيل؟ هات من الاخر واختصر. حاضر. يحطوا لك المليون جنيه في شنطه. الاتنين مليون. خليهم ثلاثه احنا خسرانين حاجه. شوكت بيه مدير البنك يجي لك بالشنطه في كافيتيريا في ميدان التحرير. تاخد الشنطه بالفلوس وتطلع على المطار تسافر على بره عيدك وتنزل كلمه النهايه على الطياره وهي طالعه بيك بتعمل بو. ماشي؟ لسه ضمان. مفيش ضمان؟ لا طبعا الضمان موجود. الجنابه انت معاك متفجرات تنزل جبل المجطر. اي لعبه كده ولا كده هدد بناس في الطياره على طول. انا موافق على النهايه دي بس مع تغيير بسيط. تحت امرك يا سمير بيه. اؤمر. انت اللي هتجيب لي شنطه الفلوس. ها؟ هتحط في جيبك منديل احمر كبير كل اصحابك اللي حواليك لو حاولوا انا هنزف الدنيا بحالها. استنى بس ده الجافة. وصلتوا الحاجة؟ ده عنوان مصدر المكالمة يا فندم. كويس. شوقي سامعني؟ الو عمليات. اتحرك بالقوة على العنوان ده. مين اللي كان بيكلم في التليفون؟ ده الاستاذ سمير يا بيه. اطلع وريني قط. حاضر. اطلع فات. ايه دي الاوضه بتاعته يا سعاده الباشا؟ ايه؟